توصلنا الكثير من الأسئلة من جميلات كهرمانة عن العناية بالشعر. الكثير يفضل أنه يسوي ماسكات طبيعية بالبيت لأنه تكون كلفتها أقل وبنفس الوقت طبيعية ومفيدة للشعر، حتى لو ما فادتنا ما ضرتنا. لذلك اليوم جبنا لكم ماسكات طبيعية مكونها الأساسي الموز. أول ماسك لليوم هو ماسك سموذي الموز. كل اللي نحتاجه هو موزة واحدة مهروسة، ملعقة كبيرة من حليب جوز الهند، وملعقة صغيرة من العسل الخام. نضربهم بالخلاط مع بعض حتى نحصل على خليط متجانس يشبه السموذي. نحطه على الشعر كاملا ونتأكد أنه نغطي فروة الشعر، لأنه هالشي جدا مهم على مود نأخذ كل الفائدة كاملة من الماسك. ومن ثم نتركه على شعرنا مدة نصف ساعة ونغسله بالماء والشامبو. ننصح بتكرار هذه العملية مرة كل أسبوع للحصول على أفضل نتائج. حلو شهد، صحيح مثل ما حكيت الماسكات الطبيعية جدا مفيدة للشعر، حتى الماسكات اللي موجودة بالأسواق هي أصلا مستخلصة من المواد الطبيعية اللي احنا دا نعتمدها بالبيت، بالإضافة إلى رخص الأسعار ما تكلفنا أي شيء. الماسك اللي أيضا أنا حابة أحكي عنه أيضا من الموز، يعني من المكونات الرئيسية هو الموز. نجيب حبة موز مهروسة وملعقة كبيرة من المايونيز، نخلطهم مع بعض وحتى يصبح يعني المزيج متجانس، بعدين نخليه على شعرنا كله ونغطي بقطعة أو تشيز بلاستيك. ننتظر تقريبا مدة 45 دقيقة إلى ساعة ونغسله عادي بالشامبو والمي. يفضل المي ما يكون حار، يكون فاتر حتى يستفاد الشعر أكثر من الماسك، بالإضافة إلى أن المي الحار يؤذي الشعر. نكرر هذا الماسك تقريبا مرة بالأسبوع حتى نحصل على نتيجة مرضية وفعالة. حبيت الماسكات بالموز لأنه دائما نطرق عن الموز بالأكل وشون فوائده للجسم، واليوم شون نستخدمه للشعر. أما أنا الماسك اللي اختاريت لكم إياه اليوم هو عبارة عن حبة موز وملعقتان من زيت الأرغان وبيضة، كلها تتخلط بالخلاط وتخلوها على الشعر لمدة ساعة وتغسلوه بمي فاتر، ويفضل تستخدموه مرة بالأسبوع، راح تلاحظون الفرق وحتلاحظون الشعر لامع وصحي. وأتمنى أنه يكون عجبتكم هذه الماسكات، وطرق استخدامها جدا سهلة. فعلا ميسم، وإحنا ذكرنا هذه الماسكات كلها، ولكن أنا متأكدة أنه جميلات كهرمانة ذي يتساءلون شو الفرق بين الماسكات. الموز بي بروتينات وكالسيوم كلش عالي، فهذا جدا مفيد لتغذية الشعر وترطيبه. على اختلاف الأشياء اللي نخلطها مع الموز راح تختلف فائدتها للشعر، مثلا المايونيز لترطيب الشعر وينطي لمعة، الزيوت اللي استخدمتيها والبيض لتقوية الشعر وترطيبها من الداخل. صحيح شهد، مثل ما قلتي بالإضافة للشغلات اللي شرحتيها، ضروري الاستمرار على هاي الماسكات، يعني الاستمرار راح تعطينا نتيجة حلوة ومرضية. صحيح، والاستمرار لازم يكون من أقل شيء من شهر إلى 3 أشهر حتى يلاحظون الفرق.